بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لئن ينسب وما سواه سطر فعله لن يلزما، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم ياوز الساري، وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاسا تبذ، وكمحذر بلا إن يجعلا مغرم به في كل ما قد فصلا. لخزمتان عرسكم كيشتوين سر بابي تحذير إغراء جاري شاركان با أو تان شاري ترجميكي على الظاهر ينبوب كينو باشان بتينا سر توضيحاتي شرحكي على إياك وشر ووجوكو أبي بيت نصب محذر كسي كوا دادت لك يعني مخاطبك برحذر دكا او كسا اياكا والشر منصوعك بما بعاملك استثاره وجب كمستتر بن عاملة واجبة باشان ودون عاطف اولي ردا اياك والشر او بلين بعتف ابو ببيع عطف جزاء أو نسبة لإيا أنصب بو إياك نسبة دا يعني أجر عطف نكراوات إياك هر إياك هر إياك آوا ببيع ويك عطفي تشكيب كي توصر زا أو حكمة كمان صبونا بو إيا ببيع عطفيش بو إيدي سبد دا بلام وما سباهو غيري صورتي أو كا بلين تحذيرك بإيابات غير أوى سطر فعله لن يلزم مستتر بون عزيزنا بدك مقدر بوني فعلك واجبني ولازمني دكري مستتر بمحزوب فعلك دكري صنزاكي بيت مقر لصورتك إلا مع العطف التكراري مقر لصورتك عطف بكرة ثانية ويا تكرار بكرة ثانية عطف بوصله واسم بكرته كغير إياه يا أو اسم كغير إياه تكرار ببيتان وكو الضيغم الضيغم تاولي بس لم صورة لك عطف بوصر كرايوا يا لو صورة لك تكرار كرايوا حكم إياك لقل معتوفك بخوي دقلته يعني عاملك واجبة بيت محزوب بيت أو وأمزا أفرمي تحذير لذاتي خويدا بمخاطبة بلام تحذيري متكلم مغائب وكو إياهو أو شاز إي إياهو ألي شاسترة وشاز إيايا وإياهو أشاز أم شاسترة وعن سبيل القصد من قاسا تبذ أو كسشكوا قياسي أم شتبكا لخطاب وتحل مخاطب وتحذيري غائب ومتكلم قياسي أو كا فرمنا رجع حقيقة لا يداوى لا ريبوا انتبذ بلاريا رشتوا البلاريا كوتوا أما تحذير وضلوك محذر بلا يجعلا مغرم به في كل ما قد فصلا هروكو تحذير شومبو أما ببيئيا تحذير ببيئيا شومبو تحذير ببيئيا أرزي بلادي خومكم أوابوك فرموي بهرحال منصوب دبي جاء بتن يا بيت يا بعتفه وبيد يا تكرار كرابت انا اوا قرار بده مغرم به او اسمك وا اغراي لسر كلاوا يعني تشويق كلسر اوي كلاوا في كل ما قد فصل للتواي او ذاك مساله تحذير دا تفصيل درا همان مسالش لبحثي اغرادا بحالي قوتي وش لا شركه توضيح ذاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التحذير.
اما كلا بردستان دادا فرمي فصلك قصلا تحزيب دكا زرتك جنابي ابن مالك لمتن الفيه دادا فرمي التحذير والاغراء هردوكي لقل يا كاهناون بو بو لبرأوي احكامي تحذير واغراء وكو يقوان فقد اونديهم معنى كانيان بيتشواني يكن إنا حكمك بو تحذيره همان حكمج وإغراه لباري أحكاماتي لفزيدة أو تحذير لمعنى دا لقل إغراء تفاوتية چونك تحذير دور خصنوي مخاطبة لشتيك بلان إغراء أو يك مخاطبة بس لشتها مسلتكي لوشت نزيكي وخي أجر دوري لي نزيك وخي أما لا تحذير دا أجر لي نزيك لي دور وخي أوه. جاء أمزا ابن مالك ليردا عادة إرادك دجيري ألان خو هميشا لمسائلي چاك و خراب داو لمسائلي خوش و ناخوش دان خوش لپیش و ناخوش دادواوية أصل أوبو لمسألج دا تحذير بسيطة دوا إغرابي تپیشوا جاء خدي صيوتي برحمد بي ألي وقدم الأول بو لتقديم التخلية بالمؤجمة على التحلية دلا اولا كيك تحذيره لبيشو باسكرت لبر اوا اوي اول كتحذيره تخليته دا تقول لي اوي دوم تحليته دا تخليه اوا كتو ديني مخاطبكت تخليه دكي بدوري دغري دوري دخيتو لوشتا كما كروه خريكه دوتاري دبيت بلام لا اغراده تحليه بمخاطبكت لاراده تحليه نتي يعني آراستا كردنو رازانو جوان كردنو سرسامان بيدان دي هميشا دربون لمكروهك لأصل الله لأولوية تاتاوك دوامك أو إمام الشاطبي هزار رحمة لروحي به أفرمي هردو كان لأحكام مصابين أي جوا أفرمي ولا متاد أفرمي لأحكامك مصابين عرزي بلادري خومك بلان لمعاني دا خلاصة كلام أنا كان ده بيت لقد ترازين معنا كان بيتشانيك زرت شكا لا تحذير دائما أم شتانا من بيستا زرت شكا محذر تو مني متكلم محذر مخاطبكم ده بيتشي محذر باشا من دادة سلكينم أو دادة سلكين دريد وأوشتش كمن دم هوية مخاطبكي اللي بدور بقرم ومخاطبكم آقا وكم باقا وكم لو شروزيانك خريكا بيوي دوچار دي بوشت دلنتي محذر منه بس تشتا يعني خبرك تفصيلاتي زياتريش يعني دابلان او انده كافية بو ايما محذر 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 منه جدل ما فصلك اقصدك على التحذير التحذير هو الزام المخاطب الاحتراز من مكروه مخاطب دبيت فاعلي الزام احتراز دبيت مفعولك اويا ملزم كردنو عرزي زنها بدك دام زلاندني مخاطبك تا لوك خو بدور بقلي لهاشتك اشتكتيا مكروه به زور باشا والاغرائي وانفصل اقصدك على الاغراتيا وهو إلزامه العكوف على ما يحمد العكوف عليه من مواصلة ذوي القربى والمحافظة على العهود ونحو ذلك أيش أوي دام زران دنو عرزي زناب الدكم داكتان بقولي كردي دالي دام زران دني مخاطبكتا بو أوي عكوفي ببي سركات سجتك كبصندو باشو بقولي فارزلن نيكوا دامزران لسري و عرزي زناب الدكم آوردان وسري لوك إنسان مواصلي بو نزيك كان ببي يعني لقليان نزيك بي عرزي زناب الدكم يا محافظة لسر عهدو بيمان بلان كان وغيري آوانش كهية زباش أفر بي إياك والشر ونحبه إياك والشر أوش كوكو إياك والشر وكو مثلا إياك كإياكما إياكم ايني دلا بو تسنيج دبي مثلا مخاطبك ايكيكت ولا اياك دون دلا اياكما جماعتك مذكر دلا اياكم بو مؤنث اياكي مثلا هذا بوجوره وجميع فروع توائف الاغاني تارقات اخري يتر اي مخاطب يعني ب
سيبش مذكريو بس سيبش مؤنثه فقط قصتهم كما لواقع دا لا تحذير دا مخاطب من بو مهمه اينا ذاتا خو غائب دا ناصله كبره غائب تليك كي خوتو او جاد فرمي اياك وشر لسر ام بابته چند نقص من هيك ديلي جا دقت فرمي عرضي برادري خوم كم نصب محذر بكسر الزالي دقة فرمو يعني إياك وشر ألم تيكدك ابن مالي لبيتك هذا أو من بودك يعني كإياك وقت عطف كده وصري بمجورة وزمنا بمجورة ده إياك وشر عطف بكيت وصري إياك وزمنا فقد بواوج عطف دكتاته وما قاعدة كلا تحزين تالي بيرتان نتي لو نو ده حرفي عطف كباسمان كد لبابي تحزير دا وقت عطف كينا وصر زميرك كإيايا فقد لواو إسفادة دكري شون كلا دا جمع ما بستا تأخير وترتيب وبزم بساد ما بزنية بواو أو كالا دكري بغير يوشتي كان أكري غلطة أو مطلبك وكد فرمي إياك وشر النسب محذر بما ستار وجب أما صريح لو دا كعرز برادري خومكم إياك وشر هدوشا منصودا بفعل مستطير كقد قد أم فعل مستطير نابت ظاهر يعني فلكات للتقدير دا نابت ظاهر بيت أما طلب ضرورتي هي بو إما باشان مطلب الشكا كبلين أويا که زور جالب امشت بزنین شیخ یاسین علیمی رحمت لگوری لروحی دفرمی ابن هشام فرمیتی زور لسر آسر من جام تکیه دکا و ازانم او حاشیه که ابن هشام لسر تسیل نصیبیتی فوائده که فوق العاده گرام بها و عظیمی ترایه ام پیاره جدستی ابوا چون که زور دستیتو باسی دوشوین دکا حواشی و پاشان تسکیره او لو دو شوينه زور مطالب نقل لك هذا ابن شام دفرمي بزانا عرب وقتك لبابي تحصير ده فعلك حذف ده كان جاري حصي فعلك بلين لبرتشيا مثلا مطلب اياك وشر اياك والاسد شيرك دبينم اياك والحيه شيرك دبينم مارك دبينم لمخاطبك لكسك مخاطبي من النزيكا ايتر مجالك امن دا مجاليك كرتو تسكبرا ومودا امن دا كرتا امن حتى فعلك بين مو دوا مفعولك بلا مو ام جا مخاطبكم لي حالي ببي بقات مخاطبكم مجالك امن دا كما قربان بلاماري مخاطبك يعني شرك دو تشاري مخاطبكم بو مخاطبكم بشركه ودو تشار هاتو جالبر او لكرتي هادي برنواني بو بلا فاصله لا اول اوردان ودا خول شركه بدو بكري امجا اوي كوائم خوين دمان لفقيتي خومان دا بخدا محلي حالينا ويندوز وش الحالينا وين بابد بخدي ولا قوما بي خومان هل نشمان نزاني عربيه كوشارتشيا دي قفرمو الشيخ ياسين بفرمي ابن هشام برحمت بفرميتي بزانا كعرب وقت حاس في فعل لكن لباب تحذير ده مثلا جاء أبدأ فعلك او اختلاف في زوري لسلا والله جاء اختلاف فينا مثلا مثلا اتقي باعد سوزان منحي قي انا يتر حرف فعلك كم معناي خوب دور قرتنو خو كنار قرتنو بارز جاري كدن لشتيك هي لو في عليه استفاده لك امام طلبك كده بيوم ثاني بلا ارجي برادري خو مكم علي دفر مختي حسي فعلك هذا كان دي خو فعلك كمخاطبه فعل مخاطب لامر ذاك تودي هني صيغيك زميلي ما قال بتيامو ستيني بيستاري وجوبي با او زميلي سي ده بسرد قال قال فعلك حسب ذكري مثلا من ظلم اياك وشر اصلك او اتقي مثلا بفرض مثال اتقي بفرض مثال اتقي تي تدا ما قال انت تدانيه تشيل بكين على قربان زميري فاعلك كان فعلك دا مستتيرا نقل ذكري دي قدك اي وقت فعلك حسب بو اياك
من امشت لم پیاو برزو بیسمو یا خوندوم تو کرتیکو اورم نه داوت وسری توجم پینا کردو یا بیگومان امشتا بوم تازگیه افرمی زمیری مخاطبکا زمير كفاعل مستتر لا فعل أمرك لها منتقل لبيب وتيب وإياك واتا إياك تيت له مستتر زمير تلا مستتر سبحان الله شيكي سيدا بس أولا إياك بخي زميري منصوبة كبال إخي اللي لولا بحثي زميري أخوين من إضافة دك لبرو زميري تشيكا أو اختلاف ما أخوين لبعث زميري كارموني إياك خوي زميري منصوبة أو مطلبك عرزي جناب الدكم وأو وقتها أو فاعلش منتقل به ولا يتيا مستتر به فاعلك مرفوعة بس آوايا يعني بيني نتغذي إي مثلا دلن فرزن إما بلين إياك وعبد المسيحي يعني آمان تو لبندقي بو مسيحو ببارزة دلي إياك أنت وعبد المسيحي يعني أو أنت أو يتدعي أو أنت اللي جوه دامس اللي بلا إياك دامس تدبي أو مطلب الشيكا آية أم تقديري فعلك ديكين لدواء إياك يا لبش إياك ويا أصلا ويا لدواء إياك ودبيت دبي الأصل عربي مثلا إياك والأسدا إياك مثلا والأسدا اتقي دبي أصل عربي بو 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 أم خصوص زوج أنا شون كالبيج إياك وبي زرت إياك بمنفصلي نامين دبت متصل بوجون كما قاعدة كمان هبو لو بيش علينا حتى زميلي متصل إمكاني هي ناني ببت لزميلي منفصل إسفادة ناكن بس جي حرش أنه قصة شيء ظلم برا ظلم لبيش إياك بلان أم قصة مقبول ترى كمقدر كدني فعلك لدوا شو بيت لدوا إياك وبيت أما أم مطالبة ضروري بك لخزمتنا بحسم كده زور باشا جا أنجا نسب محذرون بكسر الزالي بوابك الزالي يعني أمن محذرك اللي بيت متكلمك چونك متكلمك ديني كشخصك مخاطبك دارس لكيني بس لواقع ده عجزي زناب الدكم أوايا يعني نسب الشخص المحذر لفظ إياك والشر بعامل انتي وزب ستاره عرضي برادري خمكم ليرا كندا عرضي جناب الدكم يعني شخص كداد صلك يعني مخاطبك بلفظ إياك أو إياك تعرفك أو شخص مخاطبك لا صلك يعني لفظ إياك منصوب لك بعملك واجب مستتر بيت جالس ونحوه الشارح لرداد فرمك إياكما إياكما جميع فروعه وجميع فروعه عفو بلان براك دلنا إياك شر ونحوه نحوه إياك راجع نبو إياك راجع أبو شر وكو إياك والأسد إياك والمرأة إياك والجهلة آوى مثلا كلمات ألو قبل يعني حرد توجيهك مقبول قانون دلن فز إياك والشر أو يوكو أوان وابد زعم زميلك زميلة كان مفرد بمصنع جمع مذكر مؤنس منصوبي أكاد أم إياك إياك وشرا حد كان مفعول بونصبا شخص كداد صلكين محزرة منصوب دكا إياك وشرا بما بعاملك يستاري عاملتي واجبة بولي أن التحذير بإيا أكثر من التحذير بغيره لبر أوا دات صلكان دن بإيا زوت لدات صلكان دن مغيري إيا بس فجوع لبدل من اللفظ بالفعل إياك أصلا حل لجاقيتي لا دندري إيه هي. عرضي زناب الدكم لجي يعني عوز ده بدلي نحوينا بدلي لغوي قرار دراوة ببدل بعوز للفزي فعلك زر باش لما تقال مطلب واضحة ودون عطف نحو إياك الأسد أهو ببي عطف عرضي بلادري خونكم آها زل حكم المذكور وهو النصب بلازم الاستتار لإن ينصب أيضا ببيع تفكرنا وبوصل إياك أو حكمك ذكر كلا كمنصبون بو بفعلك واجب الاستتار بيت بو إيا دوبالا نسبة بدا هل وكو نسبة دا بو إياك عطفي دكرا يوصل إياكش كعطفي ناكريتا وصل هل منصوب يبكا زور باشا
جاء أو وقتها عرزي برادري خونكم وما سواه وما سواه أي المحذر بإياه وما سواه غيري هي سواه دباته بو شوي بو إيري دبو أمشوني دبات الله أي المحذر بإياه سطر فعله لن لن يلزم أو مطلبك أفرمي غيري أو تحذيرك بإياك راوة غيري أو غيري تحذيرك بإياك راوة أفرمي غيري تحذيرك بإياك راوة مقدر بوني فعلكي ضروري وبيويست نابت وكو عليتي نفسك الشر نفسك الشر اتر اي جنب نفسك الشر وان شئت فاصير بلا جنب نفسك الشر اعوى زور بجيه حربت اما تعلبة ابن مالك لأوجي اختصاره هنا يوتي وإلا لو كتاب مفصل أنا دا بيقومان اشتكى زور بر بلاوترو زور ترو وقلوي كوا مثلا إما ليرا كان دا بفرسي مثال دي بنا لا تقدير كشي دا بارو قناعة بأمن دان اختلاف هنا و حركة سوشتيكي هنا ولا تقدير كدا إترو زوزو تشيشنية لغاقة دا پیمانه بشته چی زور زور مهم بی او تقدیر گرتنه اینا مطالب الله علم زیاتر لو حد یکوا ابن مالی لیر کندا بلین بحثی کردو زور باشه البته خو اگر شتی چکش ما یو احساسم کر ضرورتی ببیت اولا درسی بعدی دا سعیده کن انشاءالله با ایزنی خواهد ادامه بدینو بحثی لبکن بلان اوی کمیش لیر دا توضيح من دارب يا ما بي الله أعلم وأظنم يتر كوي مطالب بيتر اشتكي وانا ما بتكذر ولي بحسب كين إلا مع العطف فإنه يلزم أيضا سطر فعله مجر تحذير ببي إياه لقل عطفا به فإنه يلزم أيضا سطر فعله أو تشبه ذكاء دوبارة وك عطف بوصل إياه دك لا يوانا بيويز بو فعلك مقدر به أمش أجر تحذيرك بغير إياك لو والله عاد في كلا سر دوباره واجب فعلك مقدر بيت وكم مازي رأسك والصيفة مازي رأسك والصيفة أما وادر ذاك به يعني جوان لي ورنا بيوانا اللي تيقتي مازي يعني تي مازي لأصلا رأسي بي مجرور بي منصوبنا وهالة تنتقنسي هو بلين هو فعلي أمرنا فعلي أمرني أصلا رأسك بفعلك مقدر محسوفة كقيا يا مثلا جنبه اشتيك على وجوريا يا اتقيا بفرض مثال الصيفش دكري بشتي تشيكا هر منصوب بفعل تشيكا باز ماضي منادى مرخم باب الجن او حذف حرف نداء كلا ويا مازينو ها اتقول او يا مازينو قي نفسك واحذر الصيف اشتيك على وجوريا لا اصل ده او التكرار يا اجر عطف لاراد انا ابو بلان خدي أو اسمك بلين تحذيرك بو اسمك لا أو اسمك غير إياه تكرارك لا بوانا فإنه يلزم أيضا بس شوار صورتي قلت يعني في ذكاء دوبارين زي في ذكاء فعلك يا مخلص شوار صورتي قلت لم شوار صورت دا صورتي كان أويا كتحذيرك ببي إيابي عطفي شيبونك لا بتوصر ألم صورت دا دكري فعلك مقدرك دكري ظاهريك بلان لصورة كاني كدا يك تحذيرك بإيابي وعطفك كلابي توصر تحذيرك بإيابي وعطفك كلابي توصر شاو اللي أرزي زناب الدكام يا أو اسمك فرزا بفرز مثال كتحذير لسلا دكري عطفك كلابي توصر يا تكري كلابي توصر بو ببينجي ألبتا لتشواريان دا استتارك واجب وضرورية لم دانان دا استارك جائزة پس بو بفين صورة مك چوار صورتي چوار صورتي واجب الاستارة واجب كفعلك مقدر بمحسوس بأم صورتان
دكريت زائزة زاهر بفعلك زاهر نبي الضيغم الضيغم إلى سلالة سياز الساري أو ريدا محذرك محذر منه وكا عزيز ناب الدكم ضيغم كتكرار بوتان وشاوي في التحذير أن يراد به المخاطب أمج مطلبك أوي كشائع أوي مشهور أوي كزورة عزيز ناب الدكم أوي تهل تحذير لك كمنظور في تحذير مخاطب به أخو تحذير تو وقتی کسی داره سلکینی دی به آگلی بی خطر اگه ببینی تو جا خوام جا شتک غایبه یا خود کچی مثلا او شتکی ضعیفه و شد مجیو للمتکلمی اما هاتینی تحذیر بو متکلم شازه وکو او کدلی ایایا تاولی ایایا و ان یحذف احدکم الارنبه والظاهر أنما قصي عمر كوري خطاب رضا ورحمته وعلي وربي حذف للغة عرب دا يما حذف لنحو دا يعني قرطان دن ولا بردن لا لغة دا بكاد جيلة لدوش دا بيوانان رمي كدن بيوانان يا دواتر ليدان حذف ليدان لم أسري عمر كوري خطاب دا بمعنى بربيلادان دالي أمان أو كأيوة أرنب كريوشك أرزي زناب الدكام ببر کوچنو یعنی بکش ببر کپتان داده و من در بوا بر دکه جایی تقوی نه آمن کاری وانک حکمی تقوینیه. ای نجنی عن حسف الارنبی و نحیه عن حضرتی. تاوله یعنی من نجادا لشتی آوا و عرضی زناب دکه من و آوشتب دور خنوان لحضوری من آوا. وباشا ومجيه للغائب شاز هاتني تحزيل بو غائب نحو إياه وإي الشواب تولي بابجي وإي الشواب عزيزي زناب الدكم قالتا بلا بلا وإي الشوابنا وإي الشواب آوا أوا مسليك الأصل دا عرب دلن إذا بلغ الرجل 60 سنة يا إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب وقت يبياو دقاته 8 سالانا يتر خوي بباريزي وآمان بالحزر بلتي لجوان ولقنجكان بوغي كوا بيرازي وبيحرمتي بيانا كانوا قدري دانا بصيلا ليرا كان دا ليرا دا أمش أسري أما وك مسألة قوالنا عرب دا كهيا عرزي برادري خونكم أما ألي أمان تيا أشذة شاستر بو چونکه چند دانه شازی تر داره مثال دقت فرمون یکیان تحذیر غایبه ایاهو و ای الشوابی اما تحذیر غایبه که به ایاهات و ایا چونکه بتنیا و عزیز نب دکم او بو غایبه لاصل الله پسشان لوا بدان چونکه بیدل ایاهو امضا و ایا امضا اضافه کرده بر اسم ظاهر چونکه ایا که اضافه نکرده بر اسم ظاهر اما واقعیتی که اما لباسی زمیره او بحث ما کرد مراجع بود در سیوی بکنه و او دو شخص شازی سیوم او چونکه غائبه خو مقدر کدینی فعلکه به تناسوبی غائبه کده ببید یعنی به تناسوبی او که فعلکه غائبه توش بینی فعلکی غائب لامری غائبی با مقدر که چاولی لگل لامی امره پس آوایا فلیحذر تلاقی نفسه و انفس الشوابی أوي لا صلى الله فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب أو لا صلى أوي بس أرزي بلاد ليكم كم أم كشاني تيابي دادبيد يعني أم شزوزي تدا جاء أم جاء وعن سبيل القص من قاس على ذلك انتبذ وكسيق القياسي قياس كابوسر أوى عرضی زناب دکم لسر خطاب و قیاس که بو متکلمی بو غایبی لسر او که ام دوشته هاتو لأدبیاتا و شازنو لسر او قیاس که بو صورتی چکا بو خوی دروس که تحزیل لمتکلم و لغایبا دروس که و اجازه ای پیاب دال لای خوی اول لرگه عدل و حقیقت و دروست لأدبیاتا عرب دال لای داو لارب و برب و محقق رضی علی لتعزیر دا محذر که محذر منو که كتكرار دي بتواني مثلا لبشي تكرار كده أم قاعدة كبلين لو بشا دا عرضي زناب داكم كمحاضر منو كتكرار دي بتوا علي ذكرت شوان اسم زاهرون طولي سيفك سيفك الطريقة الطريقة أما يقيا ذكرت هدو شان زاهرون إياك إياك إياهو إياهو
إياه إياه مثلا، هادو لا كان درست أو باسي تحذير. وأمزاد لو وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصله، وكو تحذير أما ببيئية أو بشكا لتحذير دائية إلى قلدانية أوكو أو بشانين أوكو أو أناك جاي لقلدانية، وكو تحذير ببيئية قرار بدا اسمك إغراي بيكرا إغراي لسر كرا إغراي بيكراني تشويقي بوكراوة لهم أشتدا كتفصيل درا لأحكاماتا. جاسي صورة دروز دبليرا يك دل فأوجب إضمار ناصبهما العطفي جناب بواجب دابني مقدر كردني ناصبكي ناصبي أو تحذيري لقل أو إغراء لقل شدا لقل عطفة، يعني أجر أو مغرم به أو اسمك تشويقي مخاطبكي بي أكيبوي پارزگاری لب که وق نوری چاوی خوی خلاصه کلام نگابانی لب ده، آله آها آله لقل آوا عطفی بکی توسر، وکو الاهل و الولد، الاهل و الولد، آوا آلی رکاندا ارزی جنها بده کم، آوا آلی رد اجدابینی، اینی الزام الاهل و الولد مثلا، بفلکی آوا مقدر دکی. أول إردا الأهلة منصوبة لسر إقراء بفعلك مقدر عطفي شي بكرة أكثر أما صورتك بس صورتك أو اسمك كمنصوبة لسر إقراء عطفي شي بكرة توصل أما يك والتكراري وواجبك مقدر كدني فعلك لقل أودا مغرم به يك أو اسمك منصوبة لسر إقراء تكرار كتابة ثانية شعر درسي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أقلب لك كرة أقلب لك كرة بارز قلب لك كي كسبراي نبي وقوة بشي وشور أصلحي نبي براء وندق قولي لشي يعني إنسان ده أبو أخاك يجوم تأشيد أخاك أولا بلا شايد هنا أخاك أولا كأخاك أول منصور لسيس لسر إقراك إلي داما كتكرار قلت لسورة التكرار جدا واجب عاملة كتب هاد مقدر بي هاد وكو تحزير واحد أما دو صورة صورة سوام وأزيس مع غيرهما إجازي إضمار كبدا يعني إجازي إضمار كبدا إجازة بدا كفعلك كعاملة لو اسم دا كمنصوب لسا الإغراء هر مقدر به أما مع غيرهما غيرهما دسيته بو عطف وتكرار لقل غيري عطف وتكرار يعني أجر اسمك هر تكو تنهابو نعت في كرابو وصر نعت في كرابو واني باسم هر بواجب بللاي جنابت كوا توجب كي عاملك هات سبيه مقدر بيت وكو الصلاة جامعة آآوا البد أبم عبارة والله نازم من لا حديثا نمدي وبلان بيقومان أمشتلا أصل الله حديثا وكو كما لا بعسين يجي جرنا كان دا مثلا الصلاة هي الصلاة جامعة درس وخندري أو دخل خندري ثانية بجي قامة أنا أبو عبارتان دقيق ولا نازانم داخل شوية دهات وإست حضور الذهن منيا دا وقتها دو مطلب ما مويشان إعرابي أم كلمة الصلاة جامعة ودواتر توضيحاتك لسر إغراء كبدلي وبحثك تاوكين أرجي بلادني خومكم هل كان درس مرفوع ابن سمت الصلاة جامعة أما صورتك صلاة مثل جامعة خبرك إيتي أما يك دو أول مرفوع ب لسر ابتداء خبرك محذوف بيت تقول الصلاة جامعة يانا خبر ابتداء محذوف باصا جامعة منصوبة وصي الصورة الصلاة جامعة دو جور داخل دقري صلاة مبتدا بيو خبرك حذف كلابي يا خبر بيو مبتداك حذف كلابي تشاولي اي جامعه تنسبت ولا منصوب لسر حال او سي صورت ارزي جناب دكم ام صورتي كشتي ادرستا البته ما دبيت هدو صوره للاعراب ده بلان دبيت سي صوره للاعراب لتوجيه اعراب يا كيده ودرس شاء ولا كم منصوب لسر اغراء الصلاه جامعه ام دبيت تشور صورت الصلاة جامعة أو درستة الصلاة أما جامعة نصي وأم كتابة مرا أمانة لا سلطة
الصلاة جامعة. الصلاة منصوب لسال إغراء كأحضروا بي مثلا فرض مثال، يعني أحضروا الصلاة جامعة. دي أما منصوب أم جا تيبي ظلا أجزي بلادري خوم كم دومك أول كك منصوب لسال إغراء جامعة بلين حالنا بأم أي تبيت ولا أو خبر من تداكي محذوف أو أم صورة ثانية تداكي بحدي أرحب كي كتوجهاتي عربية كان أويا مطلبي باني من أويا كإغراء إجوك تحذير ودبيب ومخاطب شون كتو تشويقي مخاطب دكيت كسيق لحضوري تولانية عملا تشويق الدني هيج معنى مفهومه بابتي كيني لواقع ده دقة فرمو علي علماء فرمون لقل وشا كتحذير كتحذير وإغراب ومخاطب تبيني إغراج وغائب هاتوا مثلا أم حديثي صحيح بخاري كفي غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فرمي هوكو مالي جنجكان أوانة كحديث كشبة بخاري لبرد استعيق لحظة با ويدوزن شماري تندي هم كم مرجع كي مشخصة أو زام كل بخاري ده نظام لغير بخاري شكهر هي ألبتا أم حديثة يا ده فرمي بلا يا معشر النساء بلا يا معشر النساء يا معشر الشبابي هو كومل جنجكان ما شرب كومل ضلن بجماعتك ضلن هو جماعتي جنجكان ذر بشم انفرمي من استطاع منكم الباءة فليتزوج بلا باءة ارزي برادري خمكم برك آوان قتو أصلكي للغتا بمعنى جماعة باشان جوانا بو عقد نكاح بكار دجيرت عرزي زنا بدكم وبرك جوانا بويا بنكاح دلان باعت لبر أوي إنسان حالتي سكنائي بو دروس دبي لأسر أوي زواجة كديكا هلو كنا مالي خويدا كدادني شيء عرام شكي بو حاصل دبيت أوه يعني كاسي توانائي نكاحي هي وبرغو بردني جنو منالي جني هي فلا تزوج باتشبكا باجن بيلت أزور باشا ومن لم يستطيف عليه بالصومي كاسي كشك قدرتي نبي اي باروجو بقري باروجو بقري فإنه له وجاء تالي باوجان او بويد بيتي بيتي وجاء وجاء عرزي زناب الدكم بمعنى بارزغاري جابر العلماء دلن أم حديثة إغراء لعين حالك إغراء غائب جزء نوادرة چونك عرب عادتي أنا فقل إغراء دا تشويق مخاطب ذاك تشويق غائب ناكري بلان أم حديثة إبرا العلماء كيانا دبيتا مبنائك بوك إغراء غائب شيء بلان كما لواقع دا وك أوانيا كوكو مخاطبة كان يوان دا زور بي أو يا مثلا إغراء متكلم شهاته مثلا كابلا دلا علي زيدا جاسيبه وهي برحمة غاوية فرمي بويان باس كدوم كسانك اعتبار بيانا كبرق العرب كتويانا عليه رجلا ليسني تقولي عليه رجلا ليسني ما برو بلاي بيايو كمني يعني بدرقتي من درقتي كسيكا درقتي من دب شو بلاي كسيكا درقتنا أو تاني إغراء غائبة ما فرميش تيكي كما وأمشيان هاتون تأويل كدوته ولا سلوى هر أمج أمر أبو مخاطب مثلا أو كده فرمي فإنه عليه فعليه بالصوم يعني دلوه بالصوم يا بصروه مثلا على الصوم دلوه على الصوم على زيدا يعني أي أخذني مثلا زيدا يعني أي اجعلني أخذه مثلا شتيش أبو جوريا بلام لها الحالة برق العلماء دلان شاز برج كدلان أقا شازي نبشتيش كما أقر شتيش كها توزيه نمكلم بابدا بحزن كلابي بشتواني خواهي قولا لا بحثي بعدي دا مراجعي بيه كمواني وبحثي كم اتر او ايكا بيه بيزبي واقعا بحث كلاو اتر او بحثا كان دواتر هندي شان
صورتي سلفي دقرن بخوين مثلا لو انا دو فصلي بعدي فصلي كدت لفصلي ام اسماء الافعال كدلتين فصلي بعدي كانوا ينتجي لديت او بحثي السلفيه قلباني تلبعسي هندك بابتي كدين لخواروا كبس هاي سرفي سرفينو باشان لكوتايدا تتسر علمي سرفك خلاص غارك مثل اخوة دعوة كارين خواهي قولة لا هم لا يكمان راضي بتوفيق من دابو او شتيكوا رضايتي خاونا كمان تدعي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابه زمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.